انهم يتعاملوا مع الهيروين بحال اللي كيتعاملوا مع الارهاب بحال فهمتي. الهيروين راه حتى هو واحد السم داير في البلاد فهمتي، راه كيقتل الشعب ببطء فهمتي كيفاش. يعني يتحرك كثار من هكذا فهمتي، ما تبقاش الهيروين كتسبع في الاحياء الشعبيه بحال البطاطا فهمتي عادي. ولا ضاعت الهضره على شي حاجه بحال السلاح ولا شي حاجه كتلقى في الدنيا مقلوبه فهمتي، فردي فيها استاد القرطاسات قتل استاد الناس، الهيروين راه كتقتل عاوتاني الوف فهمتي كيفاش. يعني كنتمنى ياخذوا القضيه ديال الهيروين بعين يعني بجديه فهمتي. ان بصح انا كنكره الهيروين، كنكره اللي كيبيعها فهمتي، واخا واحد الزاويه اخرى كنشوفوا ديك اللي كيبيعها راه هو بيدو غير مزرب، حيت كيفاش هو جالس في الحومه ديالو في الدرب ديالو والهيروين جاتو حتى يدو كيبيعها له الحومه ديالو. يعني هذيك الهيروين كيفاش وصلت له هو مع انه تدرهم في الجيب ديالو، انت كيموت بالجوع انت عطيتها الهيروين يبيع، هو مذنب ولكن اللي وصلها له اللي خلاها تضر في البلاد بزاف فهمتي كيفاش. هي سلسله كنتمنى، حيت انا كنشوف المعاناه ديال الهيروين وكنشوف الناس اللي مليين كيفاش كيعانيو العائلات ديالهم.